خليني اقول لكم، الكابتن مؤمن كان بيتفرج على اللقاء قبل ما يدخل على الهوا مع اديسون جواو وكيل سيرينو ووكيل كاسترو، فقال لي هقول لك مفاجاه بس على الهوا. ده هو المفاجاه ان كاسترو هو اللي طلب اصلا. يعني هو بعد الماتش، احنا انا يعني في منتهى الحزن طبعا، بس الجمهور بعد الماتش، بعد الماتش اللي كان في هنا في القاهره بالظبط، بس المنظر كان مذهل يعني. ساعتها كان اصلا احنا بنلعب من غير جمهور، فالملعب كان فيه 70 80 الف كله منور الموبايل، فالجو كان يعني اوروبي بصراحه. فلقيت في عز فرحتهم هم جاي في ودني بيقول لي يا كابتن انا عايزك الزمالك، انا مبسوط بالجو ده، انا عايزك الزمالك. لعيب جامد بتاع كولومبيا ده، وبلغت الاداره يعني، وبلغتهم انه لعيب كويس واحنا شايفينه يعني احنا متابعينه، لان بحكم ان احنا لعيبهم فاحنا متابعينه وعارفين انه لعيب كويس، وفوجئت ان هو يعني هو اللي بيطلب، فاديت لهم الملف كله يعني. طيب لكنه ما حصلش نصيب بعد كده. ما حصلت لان احنا ما كملتش انا اللي ما كملتش. بس كنت شايف انك لو كملت كنت هتسرع. طبعا ممتاز طبعا يعني. طيب ما هو اسم نادي الزمالك برضو اسم لافت للنظر يعني ويشد، وبعدين المشهد اللي حضرتك بتتكلم عليه نهائي البطوله الافريقيه ده كان مجموعه كبيره جدا جدا. هتكلم بس في الجزئيه بتاعت صن داونز، وعندنا ملفات كمان شيقه اكتر هنتكلم فيها مع حضرتك كابتن. لما بترجع بالذاكره شويه كده للماتش صن داونز اللي هناك ومن بعده ماتش هنا، كان في حاجه معينه كنت شايف انك تقدر تعملها وما عملتهاش؟ والله بص يعني هي ما ينفعش افكر بالطريقه ديت قوي، لان هو حتى لو رجعنا وغيرت كل حاجه هو ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده. هي الفكره ان انا في المعطيات اللي كانت موجوده وفي التفكير اللي حاصل 14 لعيب اللي كان معاك، فمثلا كل الناس هجمتني ان معروف يوسف، انا مش عايز افكر الناس قوي بالموضوع، بس معروف يوسف واحمد توفيق اللي كسبنا بيهم الكاس هاف رايت وهاف ليفت، انا مضطر غصب عني العبهم باك رايت وباك ليفت، والناس هجمتني، لكن اللي مش عايز اخوض في تفاصيل بعيده قوي، لكن البديل ما كانش مناسب، ودي اكتر حاجه يحس بيها المدرب مهما كانت الناس بتتكلم اراء مختلفه، لكن انت اللي عارف التمرين في ايه، مين يقدر على مين، اللعيب ده شكله ايه، هو ده. فالحقيقه شايف ان انا عملت اكتر حاجه ممكنه، فكرت بكل الطرق الممكنه، والفلسفه النهائيه اللي ممكن اقولها ان انا كنت بشتغل ان انا بختار احسن 14 احسن 11 لعيب كموهبه، وبتمنى من الله ان هم يطلعوا احسن فورمه ليهم، فنعمل حاجه في يومهم يعني في يوم. لان الحقيقه احنا ما كناش مهيئين لكده، احنا مش احسن فريق كان في البطوله، مش احسن فريق كسكواد كتيم كامل، ف يعني ما كنتش شايف ان احنا غلطنا غلطه كبيره، احنا لعبنا احسن حاجه عندنا، ما توفقناش، لكن دايما الناس بتنسى ان احنا لغايه الجول الاولاني تقريبا هو ما كانش فيه ديفو باين خطه او حاجه، لغايه ما جه الجون الاوفسايد والجون اللي 40 يارده في الكورنر، فدي حاجات بتحصل في ماتشات ما يقدرش المدرب يتدخل تدخل سريع جدا عشان يحلها. الحمد لله ان النتيجه طلعت كده، حتى الشوط الاولاني كانت 3 انتهى الماتش 3 0 الشوط الاولاني، في لحظه من اللحظات اللي كان ممكن النتيجه تكتر، لكن الحقيقه الماتش بما فيه احنا لعبنا شوط تاني شويه، ضيعنا فرصه او اتنين، حاسس ان احنا عملنا اقصى حاجه ممكنه، ما اقدرش الوم لعيب فيهم سواء اللي لعب سواء ما لعبش سواء الاداره. يمكن احنا ممكن الوم شويه ان احنا ما كناش عندنا السكواد كامل، لان ما كانش عندنا امل قوي. اللحظه اللي انا مسكت فيها النادي كنا مغلوبين من صن داونز رايح جاي، وكنا احتمالات ان احنا نصعد بعيده شويه، في فرقه طلعت بره القصه، فاللعبه بقت بيننا وبين فريق النيجيري اللي هيكسب هيصعد، فصعدنا بقينا في الدور النهائي بمفاجاه. صعدنا النهائي برضه كانت مفاجاه ثانيه. فالحقيقه الحمد لله شايف بعد سنتين او ثلاث سنين او اربع سنين كمان من اللي حصل دوت، بسترجع شويه الكلام واقول ان احنا بفكر كل يوم حصل ايه، ما بفتكرش ان احنا كنا ممكن نعمل اكتر، او يعني العبقريه بتاعه المدرب اللي كان موجود اللي احسن مني كان هتفرق قوي في ده. لعيب او اتنين هيتشال ويتحط، صدقني مش هتفرق كتير قوي. فكرت بطريقه مناسبه ومنطقيه للي موجود، وده نصيب افتكر يعني. في الاخر هقول الكلمه تزعلني شويه، بس هو انا شايف ان الفرقه اللي تستحق، وقلتها قبل كده، الفرقه اللي تستحق هي اللي خدت البطوله دي الحقيقه. صن داونز طبعا هم كانوا احسن ساعتها، وكانوا جاهزين اكتر مننا، وخدونا على حين غره زي ما بيقولوا يعني. ماتش الساعه 3 ده كمان لعيبتنا مش متعوده خالص عليه، الصدمه بتاعت الساعه 3 ما تعاملوا مع الزمالك كده وتعاملوا مع الاهلي كده، ماتش الاهلي نفس الشيء. وانا متاكد ان هو المواعيد ديت هم متابعين دوري المواعيد يعني. تقريبا اكبر يا بلدين في الكوره في مصر في افريقيا هم جنوب افريقيا ومصر، فاحنا متابعين يعني، هم متابعيننا كويس جدا، فعارفين طبيعتنا وعارفين احنا بنلعب امتى والدوري بتاعنا شغال ازاي، حتى في الشتاء احنا بنلعب بالليل. فعوامل كتير كانوا اذكى الى حد ما، مجهزين احسن مننا، وافتكر ان احنا ولذلك المره دي بقى الاهلي اتعلم حتى كمان من اخطاء الزمالك واخطاء الاهلي نفسه بالظبط كده، فراح قبليها باسبوع وجهز نفسه، قعد عاد لكم بقى ما فيش حاجه يعني.